هاي السلعة الصغيرة الخوش مرقد مذاكرة الله يبارك سنة الحليب يبارك شحال الثمن اللي كتقول فيهم 48 ضالات في تاريخ 23 في شهر 2000 23 مرقد مذاكرة سنة الحليب هادو ياك سنة الحليب سنة الحليب شحال الثمن ديال هذا شحال كتقول فيه 8 ها هو دا مشى ب 76 الله يبارك الله يبارك الله يبارك شحال طالب فيها؟ 40 الله يبارك طالب فيها 40 في هادي عطاو 37 الله يبارك هاد الحاولين نبيعو هاد ياك؟ نبيعو شحال مشى الله يسخر المولى؟ سنا الحليب هادو ياك شحال الثمن ديالهم ديال البيع؟ الثمن ديال البيع اللي كطلب فيهم 110 بجوج 110 الله يبارك اش داير في السناد؟ يلا نطلع الرباع يلا نطلع الرباع شحال الثمن ديالو شحال؟ 92 طيب الله يسخر دار بيضا محمدية مرقد مذاكرة كما يقول سنال كيقول سنال الحليب طيب ثم الخوت الرحبة ديال جماعة فضالات الخير موجود هاد السوق هذا فيه جوج بارتيات في هاد البارتية وكاينة بارتية أخرى إلا قطعتي الشانطي من الجهة الأخرى طيب هذا هو السوق مرقد مذاكرة سنة الحليب هادو ياك سنة الحليب ني شحال الثمن ديال هذا شحال كتقول فيه 80 80 ديال البيع ولا تفاعل مع مولاه لا لا عطينا فيه كنقرب فيه 95 طيب هذا حتى هو ياك عطينا 80 في هذا عطينا 80 طال فيه 95 ان شاء الله يسخر المولى 74 تبارك الله طيب طيب مشات ياك تبارك فهمت سعيد وامينة واه كبور الله يبارك كبور فهمت امين وسهل طيب الله يسخر لك تحياتي الله يحفظك صغيرة الخوش مرقد مذاكرة الله يبارك سنا الحليب يبارك شحال الثمن اللي كتقول فيهم 48 هذا تقريبا ما الصغار في السوق وما هذا كيقول فيهم 48 مرقد مذاكرة الله يبارك الله يبارك مرقد ديال المزاب هادو ياك الله يبارك مرقد ديال المزاب الله يبارك هادو سنا الحليب ياك سنا الحليب سنا الحليب بالنسبة لهذا الثمن ديالو هذا الأخر ديالو الثمن ديال البيع غتعطيه 45 ديال البيع ياك طيب بالنسبة لهذا نشدو شد لي هذا على هذا 52 52 طيب 52 بالنسبة باغي نسولك بالنسبة للسوق اليوم كي داير جمعة فضالات طالع نازل السوق السوق طالع البيع كاين الشراء كاين الشراء وكاين حتى الغلاء كاين شويه ديال الثمن كاين الثمن المليح الثمن كما سمعتوا هذا قلت لي 54 هذاك طيب اصغر واحد شحال اصغر واحد 45 هو داك اللي شديت الاول ياك طيب هادو كاملين سنة الحليب ياك كلشي سنة الحليب الله يبارك الله يسخر لك بارك الله يبارك 74 اللي عطينا 74 كما سمعتوا طيب الله يسخر لك دار بيضا محمدية مرقد مذاكرة كما يقول سنة كيقول سنة الحليب ها هو دا مشى ب 76 الله يبارك الله يسخر لك الله يبارك هادي حولية واخا عدد الكرون حولية حولية شنو مرقد هذا؟ ها؟ اثنين طوال بحال هادي شحال الثمن ديالها؟ ها؟ شحال طالب فيها؟ شحال طالب فيها؟ 40 الله يبارك طالب فيها 40 في هادي عطاو 37 الله يبارك هاد الحاولين نبيعو هادي ياك؟ نبيعو شحال مشى الله يسخر المولى؟ 74 تبارك الله الله يبارك الله يبارك مشات ياك تبارك فهمت سعيد وامينة واه كبور الله يبارك كبور فهمت امين وسهل الله يسخر لك تحياتي الله يحفظك الله يبارك الله يبارك مسكت ابراهيم اش داير في السناد؟ يلا نطلع الرباع يلا نطلع الرباع شحال الثمن ديالو شحال؟ 92 طالب فيه 92 واخذ شحال طال فيه؟ الله يبارك واخذوا 92 هو شحال طال فيه؟ 62 واخذوا 92 غتعيد به
كامل سنة الحليب كما كتشوفوا. الله يبارك الله يسخر فيها. عندك راه هذا خويا ها مذاكره ياك يا اخي مذاكره كما سمعتوا. الله يبارك السلعه ديال مذاكره الله يبارك. بالنسبه لهذا اللي كيقول فيه 72 كما كتشوفوا الثمن وكتحكموا على السوق. محمديه المرقد ديال هذا مزاب الله يبارك. المرقد ديال مزاب كما كتشوفوا الله يبارك. نشوفوا هذو الهنايا الله يبارك. اصل الحليب هذو كاملين ياك الله يبارك. بالنسبه لهذا الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديال البيع اللي كتقول فيه 54.50. بالنسبه للسوق اليوم شويه ياك مزيان شويه وصافي شويه بينو وبين بينو وبين. طيب وهذه شحال كتقول فيها هذا ديال البيع؟ 52. الله يبارك. هذا كيقول فيه 52 الله يبارك. الله يسخر لك المرضي الله يبارك. جماعة فضالات كيف ديما. دابا بالنسبة لهذو اللي كتمقص ليه علاش كتمقصوا ليه بهال المرة؟ كتنقصوها من الصوفة لا ولا شي حاجة أخرى؟ أه من الصوفة ياك الله يبارك. أش المرقد هادو؟ المرقد ديالو مذكور مذاكرة الله يبارك. المرقد مذاكرة كما كتشوفوا راه كاين الثمن. جمعة فضالات في تاريخ 23 في شهر 2023 مرقد مذاكرة كيف ديما الله يبارك. سنة الحليب هادو ياك؟ ثنايا بجوج. ثنايا بجوج شحال الثمن ديالو بالنسبة لهذا؟ 85. هذا اللي هنا؟ مذاكرة ياك؟ 85 كما كتشوفوا السلعة ديال مذاكرة هادي الله يسر لك المرضي الله يحفظك. الله يبارك. السلعة ديال مذاكرة كما كتشوفوها سنة الحليب هادو ياك شحال الثمن ديالهم ديال البيع؟ الثمن ديال البيع اللي كطلب فيه 110 بجوج. 110 بجوج الثمن ديال البيع كما كيقول سنة الحليب مرقد مذاكرة الله يبارك. انتوما كتشوفوا السلعة واضحة وزينة وانتوما غتحكموا على السوق كي داير. الله يسر لك المرضي. السلعة ديال مذاكرة كما كتشوفوا كاملين سنة الحليب كيقول الصغير هنا 54 وركا راه يتفاهم مع مولاي لعجبو. الله يبارك. 54 فين هو اخي؟ تشير بيدك وري لينا. هاد هو هذا ياك الله يبارك. انتوما كتشوفوا السلعه ديال 54 مازال يتفاهم مع مولاي الى عجبو الله يبارك. هذا بالنسبه لهذا شحال داير الثمن ديالو هذا كيشوف فيه؟ 50 ديال 50 الله يسر لك. اللهم الله يبارك. هذا معطيه فيه 100 الله يبارك. هادو المرقد ديالو مع اخي هادو المرقد ديالو ام حداه ذاكره خدام ذاكرة تبارك الله خير ني طوالة الله يبارك. هادو شحال طالبين فيها؟ هادو شحال طالب فيها هذا اخي؟ 5000 درهم الله يبارك. الله يسر لك الله يبارك. جماعة فضالات كيف ديما. دابا بالنسبة لهذو اللي كتمقص ليه علاش كتمقصوا ليه بهال المرة؟ كتنقصوها من الصوفة لا ولا شي حاجة أخرى؟ أه من الصوفة ياك الله يبارك. أش المرقد هادو؟ المرقد ديالو مذكور مذاكرة الله يبارك. المرقد مذاكرة كما كتشوفوا راه كاين الثمن. جمعة فضالات في تاريخ 23 في شهر 2023